سلمى الإدريسي، شابة مغربية وقائدة، يعني أول قائدة فرقة موسيقية مغربية للفن الراقي، اللي هي فرقة أغنوبي. هي جمعية الهدف ديالها خيري، يعني إن شاء الله من خلال هذه الجمعية نحاول نخصو نسبة من المداخل ديالنا لدعم دور المسنين ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال المتخلى عنهم. فهذا هو الهدف ديالنا، هو أننا نساعدوا هذه الفئات ونوضوا بالعمل الجمعوي. قبل كنت شاركت يعني في بعض الحفلات الخيرية، كنت في الأول يعني مطربة، يعني لأنني أيضا أجيد الغناء، وشاركت أيضا في مسابقة عربية كانت في لبنان في سنة 2015، اللي هي مسابقة محمد عبده وفنان العرب. يعني كانت تجربة جد رائعة، واللي من خلالها حصل لي الشرف أنني نتعرف على فنانين كبار، اللي منهم الفنانة أصالة المصري والفنان عبد الله رويشد، واللي أشادوا بالموهبة ديالي. من بعد حييت حفلات خيرية، وتم بدأ الكونتاكت مع الفرق الموسيقية، وتمامني بدأت كتجيني فكرة أنني لمالا نشكل فرقة ديالي موسيقية ونكون قائدة الفرقة. جمعية حديثة يعني تشكلت مؤخرا، وأول سهرة إن شاء الله اللي غادي تكون هي سهرة الجمعة القادمة. الفكرة كانت فكرة يعني قديمة جدا، وكانوا واجهونا بزاف ديال الصعوبات، لأنه ماشي سهل باش نبان الجمهور كأول مرأة مغربية قائدة فرقة. فالفكرة كانت يعني قديمة، ولكن الحمد لله كان بأنه حان الوقت أنه هذه الفكرة تخرج للعلن. فالفرقة هي حديثة التأسيس، والإطلالة الأولى اللي غنطل بها على الجمهور غتكون في هذه السهرة اللي غادي تكون لو 24 مي إن شاء الله في مركب عبد الله الصنهاجي بحي الأمل. بشرت ليه أنه يعني من بين الأهداف ديالنا، يعني كيف قلت لكم أنه غنأسسوا نسبة من مداخيل السهرة لفائدة الفئات الهشة في المجتمع، نوتامون يعني الأطفال المتخلى عنهم وذوي الاحتياجات الخاصة ودور المسنين. يعني هدف خيري، هدف نبيل، فكنت منا إن شاء الله أننا نتوفق فيها ونكون عند حسن ظن الجمهور. كنقول للجمهور إن شاء الله اللي غيكون حاضر معنا أنكم غادي تحضروا السهرة متنوعة بجميع المقاييس، ويعني ما بغيش نقول كل شيء، غادي نقول لهم انكم نتوما ان شاء الله اللي غتغنيو معنا، دونك الجمهور هو اللي غيغني في هذه السهره. فكنتمناو يجيو واجدين، لانه ديجا كاين لو بروغرام في لي تيكي، يعني كاين مجموعه من الاغاني ان شاء الله اللي غادي تكون في هذه السهره الفنيه. فكنتمناو ان شاء الله انه تدوز في احسن الاحوال، وانا نكون عند حسن ظن الجمهور.